77 و18 42. الناس خايفه تنزل بيوتها واحنا مفيش شغل وقاعدين زي ما انت شايف، والدرايف بتعد عليك خلاص واقف حاله، اضطريت الناس قفلت. لا الامن متواجد معانا والشرطه موجوده في السوق معانا على طول 24 ساعه، دي حقيقه يعني. احنا بندور على اي مشروع نعمله، اي مصلحه، التريم فاضيه زي ما انت شايف، مش فارشين في الشغل. عارف ان هي بتحرك تراجع تام يعني من بعد ثوره يناير، يعني سعر الجرام ممكن يكون قبل الثوره يعني مصر كمصر كنا ساعه من 100 و105 6 جنيه، دلوقتي لازم حتى معاك ان انت بقى 8 جنيه 9 جنيه.